الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. عندنا أمر من الأمور التي أصبحت اليوم كما يسمى الترند العالمي، أمر يعني يشيب له الرؤوس والله. شيرين أبو عاقلة هذه الصحفية التي يعني يعرف ما يعرف عنها من نقلها لأخبار أهل فلسطين ووقوفها أمام اليهود، ومع ذلك يعني لا بد أن نعتقد أنها ليست مسلمة. شيرين أبو عاقلة قدمت للمسلمين الكثير وقدمت للخير الكثير، لكن لم تقدم أكثر من أبا طالب. أبو طالب أكثر رجل كافر نصر الإسلام، نصر الله عز وجل به الإسلام في أول مطلعه، ويقول أهل السير لولا أبو طالب لما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بفضل الله. يعني في مواقف كثيرة تدل أن أبو طالب يعني ده عمل أكثر مننا، نحن عمل أكثر مننا كثير، لكن لما مات ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعلي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أبوك الشيخ الضال، سماه بالضال، هلك. فمع كل ما قدم من خيرات للإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسماه الشيخ الضال، هلك الشيخ الضال، اذهب فدفن. فلا يجوز لنا أن نتعدى حدود الله عز وجل، وأن نتعدى ما وضع الله عز وجل لنا. قد وضع الله عز وجل لنا أحكاما نتعامل بها مع غير المسلمين، أمرنا بأن نكرمهم وأن نحسن إليهم لكي يتقربوا للإسلام، ونتودد بأن ندخلهم للإسلام، لكن لا نواليهم ولا نترحم على من مات منهم ولا نستغفر لهم. لا يجوز للمسلم أن يستغفر لغير المسلم، من مات من غير المسلمين لا يستغفر له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، وهي أم النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. لا يعني لا ينهانا الله عز وجل من البر لهم، لكن لا نواليهم ولا نستغفر لهم ولا نتعدى الحدود التي لنا. يعني أسمع من المسلمين من قام بصلاة الغائب على شيرين، هذه ليست من المسلمين، كيف نصلي عليها وصلاة غائب؟ يعني أنت أوجبت عليها الصلاة، لا يجوز لنا لا أن نترحم عليهم ولا نستغفر لهم ولا نصلي عليهم. فهذه والله بلوى من بلاوي العصر، أنك تصلي على إنسان مش مسلم، كيف لك؟ أين عقيدة الولاء والبراء؟ أن توالي المسلمين وتحبهم وأن تعطيهم مما أعطاك الله، وأن تبغض الكافرين وأن تعاملهم بما يستحقون من إحسان كي توددهم للإسلام وتدخلهم إليه، وبعدم موالاتهم أن تبعدهم عنك وعدم مصاحبتهم إلا لحاجة. أين عقيدة الولاء والبراء؟ قد ميعت والله عندنا هذه العقيدة. يقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يرضوا عنها حتى نتبع ملتهم، فكيف نرضى عنهم؟ كيف لنا أن نرضى عنهم ونترحم عليهم؟ عقيدتهم خير من عقيدتنا؟ كيف لنا أن نترحم عليهم ونواليهم؟ هم لن يرضوا عنا حتى نكون منهم، ونحن نرضى عنهم بعدم كونهم منا؟ والله ما هذا بالنص، والله ما هذا بالنص.